مشاهدين وصلنا إلى فقرة الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. من هنا من مدينة مأرب الحضارة والتاريخ، معنا لعبة اليوم وتحدي جديد، أنا وفريق أخي بشير وفريق الأخضر. أسمع أكبر تحية. أتعرف عليهم؟ أتعرف عليهم؟ بس أنا إيش أسمع تحية كبيرة لفريق البرتقال يا شباب، تحية كبيرة. يا سلام. تعرف على ياسر خالد؟ اسمك؟ إسماعيل إبراهيم. قربوا كذا. ها؟ إسماعيل إبراهيم. هذا صوت. إسماعيل إبراهيم. أيوه. أنس حمدوس. أيوه. عبد الرحمن القيسي. قيسي. عبد الرحمن القيسي. ها؟ طلال القيسي. ها؟ ها؟ تفضل. تحية للأخضر. طيب نتعرف على الفريق البرتغالي فريقي. سند مجاهد. سند مجاهد، يا سلام عليك. اللي بعده. ناجي العرجوش. ناجي العرجوش. وائل هشام. ها. وسيم الوسيدي. تحية كبيرة للبرتغالي. طبعا يا شباب اللي حيخسر كلنا نصيح، كلنا اوه اوكي، واللي حيفوز نسمع لها ايش. تحية كبيرة. أعزائي المشاهدين، المرحلة الأولى مرحلة كتم النفس تحت الماء، اللي حيطلع الأول هو المهزوم. واحد من هنا، أنا ما بردي الشعر، واحد من هنا أخضر والبرتغالي. من جاهز معه؟ جاهزوا. تعال. اسمك؟ وائل. وائل. ومن جهزتو؟ عبد الرحمن. كيف النفس معك؟ عب عليك. دقيقتين ثلاث اربع. دقيقتين. ها؟ نص ثانية. نص دقيقة. نص دقيقة؟ ها كيف النفس معك؟ نص دقيقة. الآن مرحلة التحدي وكتم النفس تحت المية، نعد لهم مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. احسب. المخرج بيحسب. لحظة. لحظة. انزل انزل. لا خليه حتى اخر. انزل. لحظة. الاخضر. أنا بشجعك. وليش تطلع؟ عادي بنصيح الأخضر اطلع. الآن التحدي الثاني. لا في نفس التحدي. أيوة. الغطس تحت الماء مع ناجي العرجاش. من الثاني؟ أنس حنتوس. أنس حنتوس. نعدلهم مع بعض يا شباب، أوكي؟ الغوص تحت الماء، اللي يطلع الأول هو الخاسر. ثلاثة، اثنين، واحد. هذا دخل يغوص. إسماعيل إبراهيم. إسماعيل آخر متسابقين. الآن ثلاثة اثنين. واحد. إسماعيل
أينما كنتم من هنا من مدينة مأرب الحضارة والتاريخ. نبدأ المرحلة الثانية وهي السباق بين متسابقين مربوطين بحبل واحد. من يسحب الثاني هو الفائز. ونسمع لهم تحية كبيرة. تحية كبيرة. تحية للفريق الأخضر. الآن نبدأ المسابقة. ندخل الوسط. يا سلام. دلا دلا. للوسط للوسط. يلا لحظة نعد لهم يا شباب. في المرحلة الثانية ومع متسابقين اثنين ونبدأ معهم السباق مع الفريق الأخضر والبرتقالي ونعد مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا يا سلام. الله عليك يا برتقالي. البرتقالي يتقدم. اطلع يا برتقالي. لا 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 لا. الفريق البرتغالي بين كل صاحبة للمرحلة الثانية أو للجهة الأخرى. نبدأ جاهزين؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. يلا أتكتسل أسفا. Hey!
نصل وإياكم إلى ختام الفقرة من الميدان. يا حميدان، وطبعا فازوا معنا الفريقين وكانت النتيجة هي التعادل، واسمع لهم تحية كبيرة. الجائزة لهم مناسبة نصفين، 60,000 ريال ب60,000 ريال. مبروك عليكم الجائزة. 60,000. أعزائي المشاهدين، خلصت فقرة الميدان يا حميدان من هنا من معرب تاريخ الحضارة. إن شاء الله نلتقي بحلقات أخرى وفقرات ممتعة وشيقة تنال استحسانكم من كل محافظات الجمهورية إن شاء الله. فهذا البرنامج منكم وإليكم، والسلام عليكم.